يبارك فيك طول عمرك يخليك بارك الله فيك. شلون شفت اليوم نادي الغزل؟ شلون شفت؟ فشفت ريايل في الملعب، كل لاعب من الثمانيه عن اثنين خذوها بذراعهم، عسى الله يوفقهم ان شاء الله، ونبيه ان شاء الله الدوري السنه هذه نبيه بذراعنا ان شاء الله، بامر الله ان شاء الله. راح ياخذ الدوري بامر الله ان شاء الله، كل شيء بيده سبحانه.